الغرافة في وسط الملعب تتبرر هناك في الجهة اليمين لصالح الغرافة، والمحاولة ممتازة من الجهة اليمنى، ملعوبة عرضية وفرصة تعادل ممتازة. الله، جول! عادوا مرة أخرى إلى المباراة. الفهود تصرخ أخيرا في وجه الأسود، ويعود مرة أخرى الغرافة للمباراة ويسجل التعادل. ممتاز جدا، الغرافة يدرك التعادل، هفوة دفاعية ريانية ينجح معها الغرافة ويسجل التعادل. أصبحت النتيجة 1-1، تعود المباراة إلى بدايتها. شوف الكرة مرة ثانية، توزيع سليم، والكرة واصلة باتجاه جورج كواسي أو رشيد صوماليا اللي نجح في وضع الكرة بالشباك وسجل هدف التعادل لمصلحة الغرافة. مباراة ممتازة، حلوة المباراة. سألت وجهت أسئلة عن هذا الحارس الذي من الواضح أنه هناك تأسيس خرافي معمول عليه. سألت عن الحارس، قالوا بأن جهد مضني على هذا الحارس من أجل أن يصل إلى هذه الإمكانية. الله، يا سلام، سلم سلام، يا سلام، سلم سلام، والغرافة ينطق بأحلى كلام. الله 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 يا غرافة! الفهود إذا شافوا الريان في كلام ثاني، في حوار آخر يتعلق الليلة.